اهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام، وفقره جديده من النيل مباشر نخصصها اليوم للعلاقات المصريه التشاديه. مراسم استقبال رسميه لرئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي والرئيس السيسي على راس مستقبلي محمد ادريس ديبي بقصر الاتحاديه. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، وقد أجريت مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس المجلس العسكري. سلام سلام. مزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف معالي السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقا. معالي السفير، بعد التحية، يعني في البداية رمزية وأهمية، كيف ترى استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيد ديبي؟ هو لا ننسى أن الرئيس السيسي قام بزيارة لتشاد وأجرى مباحثات مثمرة مع والد الرئيس الحالي الذي اغتيل في حادثة مأساوية فيما بعد، ولذلك فإن الرئيس الحالي يقوم بزيارة لمصر امتدادا للعلاقات المصرية التشادية، وولده كان دائم الزيارة لمصر بين الحين والآخر، وكان هناك تشاور حول الشؤون الأفريقية، وكان بالذات الشؤون الأفريقية، والرئيس السيسي كان على اتصال مع زعماء التشاديين السابقين. العلاقات المصرية التشادية ترجع إلى نشأة التشاد، ومصر كانت من الدول الداعمة لاستقلال التشاد عن الاستعمار الفرنسي، وفيما بعد في عهد الرئيس القذافي كانت هناك مشاكل بالنسبة لعلاقات التشاد مع الدولة المستقلة الجديدة، فلذلك زعماء تشاد يحرصون على استشارة مصر بين الحين والأخرى حول الشؤون الأفريقية، خاصة وأن تشاد تقع في منطقة وسط أفريقيا، وهناك عمليات واستشارة مصر حول سبل مكافحة الإرهاب المنتشر في هذه المنطقة. طب معالي السفير، يعني حتى نوضح الصورة أكثر للمشاهدين حول أهمية ومغزى هذه الزيارة في هذا التوقيت، يعني الوضع في تشاد، ما هو الوضع الحالي في تشاد الآن؟ الوضع الداخلي. هناك معارضة نشطة، ولكن استطاع الرئيس الحالي أن يعني يقوم بالتفاوض مع المعارضة وهدأت الأمور نسبيا. تشاد كانت تلعب دورا كبيرا في منطقة وسط أفريقيا، وكان لديها قوات بالنسبة للتعاون مع فرنسا في منطقة الساحل والصحراء التي توجد بها مالي، ولكن بعد اغتيال والده اضطر إلى سحب هذه القوة، ولكن لا زال الصلة بين فرنسا وتشاد وثيقة. مصر لديها بعثة أثرية كبيرة وتقدم منح دراسية هامة للطلبة التشاديين، ومصر للطهران ليها خط منتظم يعمل
في رحلات منتظمه لربط الشات بالدول الاوروبيه بالذات ودول الجوار ومنطقه الخليج العربي. فالعلاقات متميزه بين مصر وتشاد، وتشاد لديها سفاره ايضا مقيمه في القاهره تقوم بالاشراف على طلبه التشاديين في الجزائر في الازهر والجامعات المصريه. طب يعني حضرتك اخذتنا مباشره الى العلاقات المصريه التشاديه، يعني كيف تصف هذه العلاقات على المستويات كافه؟ يعني في البدايه حضرتك تحدثت على المستوى السياسي، ولكن على المستوى الاقتصادي ما هو حجم التبادل التجاري، حجم وقوة الاقتصاد ما بين التبادل الاقتصادي ما بين البلدين؟ هو في الوقت الحالي ليست كبيرة، لأن تشاد دولة حبيسة ليس لديها ميناء على المحيط أو البحر الأحمر، ولذلك فإن تكلفة النقل كبيرة. لديها علاقات جوارية مع ليبيا، وكانت تلعب دورا كبيرا بالنسبة أثناء وجود العقيد القذافي على رأس الحكم في ليبيا. مصر الطيران تقوم بنقل عدد لا بأس به من العلاقات التجارية بين مصر وتشاد، ولكن من المأمول به بعد بزوغ اتفاقية التجارة الحرة في أفريقيا ووجود مصر وتشاد أعضاء دائمين مؤسسين لهذه الاتفاقية التجارة الحرة، أن تسمح بدخول المنتجات المصرية بدون أي رسوم جمركية، وأيضا المنتجات التشادية، ولكن لا توجد يعني بعد إنشاء هذه الاتفاقية يوجد فرص لزيادة التجارة بين التشاد ومنها إلى بعض الدول المجاورة حول الكاميرون مثلا أو نيجيريا. يعني تشاد كدولة معبر للدول المجاورة لها أكثر منها علاقات ثنائية. طب يعني ما هي المجالات المشتركة فيما يتعلق بالتبادل التجاري والتي يمكن أن يتم زيادتها خلال المرحلة المقبلة؟ هي تشاد لا توجد بها صناعات عديدة، ولكن تحتاج للسلع المصرية. يجب أن نبحث عن وسيلة لنقل البضائع المصرية بطرق أقل، مثل زيادة إنشاء الطرق البرية التي الرئيس السيسي يتبناها في إنشاء الطريق من القاهرة وكيب تاون، وقد تتفرع منه بعض الطرق البرية لنقل هذه السلع. أعتقد أن اتفاقية التجارة الحرة في أفريقيا ستفتح بابا كبيرا لزيادة التبادل التجاري بين تشاد ومصر، ولكن دولة تشاد دولة محورية في وسط أفريقيا وقد تساعد على زيادة التجارة بين مصر وهذه الدول. طب يعني معالي السفير، فيما يتعلق بالتعاون الوثيق ما بين مصر وتشاد في ملفات هامة مثل ملف مكافحة الإرهاب، يعني كيف نشرح ونضع المشاهد في الصورة فيما يتعلق بهذا الملف؟ ما هو شكل التبادل المصري التشادي في هذا الملف في الآونة الأخيرة؟ مصر منذ مدة تقوم بتدريب رجال الشرطة التشاديين على أسلوب مقاومة الإرهاب، ويوجد تعاون بين البلدين في هذا الصدد، لأن تشاد نفسها تعاني من مشكلة زيادة العمليات الإرهابية التي تقوم بمهاجمة القوات المسلحة التشادية. فتعتمد تشاد على نصيحة وخبرات وأسلوب مقاومة الإرهاب في هذه المنطقة، ولديها بعثات تقوم بزيارة مصر بين الحين والآخر لتلقي التدريبات من القوات الشرطة المصرية. طيب فيما يتعلق بالملفات، ربما هل هناك من ملفات أخرى ترتبط بها مصر مع تشاد مثل الملف الليبي على سبيل المثال؟ طبعا هناك عمليات من الجهات المعارضة لحكومة طرابلس وضعف بنغازي تتخذ من تشاد مسرحا للتغلغل داخل ليبيا، وهناك تعاون بين مصر وليبيا في هذا الصدد،
عدم ترك الفرصه للعمليات الارهابيه او العناصر المعارضه داخل ليبيا لكي تتخذ من الشاد موطئا لشن هجمات على الاهداف الليبيه. طب هل هناك من قضايا تماس اخرى سياسيا ترتبط بها او متعلقه بالمنطقه تربط بين مصر وتشاد مثل الملف الليبي؟ هل هناك ملفات اخرى تماس ما بين مصر وتشاد؟ هي تشاد لها علاقات كبيره داخل منطقه الساحل والصحراء. كما تعلم فان القوات المسلحه المصريه انشات مركزا كبيرا لتدعيم هذه الدول في مقاومه الارهاب، وتشاد دوله مهمه تستفيد من الدورات التي تقومها القوات المسلحه المصريه عبر المركز الذي انشاته في هذا الصدد. تمام، معالي السفير احمد حجاج الامين العام المساعد لمنظمه الوحده الافريقيه سابقا، اشكرك جزيل الشكر معالي السفير. ونبقى مع ملف العلاقات المصرية التشادية، وينضم لنا عبر الهاتف معالي السفير إبراهيم أشويمي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية سابقا. معالي السفير بعد التحية، يعني نريد أن نلقي الضوء أكثر على الجانب التشادي ومن ثم منه نصل إلى مغزى هذه الزيارة والعلاقات بالتأكيد المصرية التشادية والتحرك المصري أفريقيا على مختلف الأصعدة، ولكن ما هو الوضع الحالي في تشاد؟ هل تستتب الأمور للرئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديبي في هذا التوقيت داخليا؟ بالتأكيد المسائل هناك الأمور مستقرة، يعني الاستقرار أنواع، يعني الاستقرار موجود حاليا، استقرار مشوف بالحضر يعني لأن ما حدث وأدى إلى وجود المجلس العسكري لابد أن له آثار مهمة، إنما العلاقات مع مصر علاقات بمنتهى الأهمية. طب يعني مغزى الزيارة بقى في هذا التوقيت معالي السفير؟ التوقيت معناه إن المنطقة الموجودة فيها تشاد منطقة تتأثر بالأوضاع الخاصة بالإرهاب، يعني منطقة تشاد والنيجر ونيجيريا وجنوب ليبيا كل وجود مرتزقة موجودين في ليبيا أيضا، كل هذا يعني يضع تشاد في بؤرة إرهابية شديدة، فبالتالي مصر تحارب الإرهاب وتعرف ضروبه المتعددة، وبالتالي فإن هذه الزيارة تأتي بهذا الإطار، يحتاج تشاد إلى خبرة مصرية في مقاومة الإرهاب ومحاربة الإرهاب، فهذا أمر مهم جدا جدا بالنسبة لتشاد. طيب يعني ما الذي يمكن أن تقدمه مصر لتشاد في هذا التوقيت؟ مصر تقدم خبرة أمنية كبيرة لأن مصر لديها خبرة في محاربة الإرهاب، وفي يوجد في دائما مساندة مصرية لتشاد في للشعب التشادي في الحفاظ على الدولة التشادية التي تعاني من وجود مؤامرات كثيرة ضدها. تمام، طب يعني سريعا إلقاء الضوء على العلاقات المصرية التشادية يا فندم،
وخصوصا ان هناك تعاون في مختلف الاصعده ما بين البلدين. يوجد تعاون ذو اشكال متعدده، يوجد اطباء في تشاد، اطباء مصريين، يوجد معلمين وتوجد بعثه اداريه في تشاد، ويوجد مساعدات امنيه تقدمها مصر في تشاد، ويوجد ايضا طلبه يدرسون هنا في القاهره، و يعني في دورات تدريبيه في جميع نواحي العلم، دورات خاصه بالصناعه، ودورات خاصه بالزراعه، ودورات خاصه بالتمريض، ودورات خاصه بالاطباء، وايضا يوجد للتشات برضو بعض افراد موجودين في كليه الحربيه المصريه يدرسون لسوء اطباء في هذه الشيء. طب يعني هذا يجعلنا عن رؤيه مصر وتعامل مصر في الاول الأخيرة مع القارة الأفريقية، خصوصا أن هناك العديد من الزيارات التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من الدول الأفريقية، وأيضا على نفس الإطار هناك بعثات مصرية هامة وحملات مصرية مثل حملة مليون مصاب بفيروس كورونا، معالجة مليون مصاب بفيروس سي من فيروس كورونا. فبالتالي كيف تصف التحرك المصري، شكل التحرك المصري في الآونة الأخيرة إفريقيا؟ بالحقيقة يعني رئيس السيسي يعتني تماما بالعلاقات المصرية الأفريقية، لأن هذا وضع طبيعي، مصر جزء من أفريقيا، ما يؤثر على أفريقيا يؤثر على مصر، وما يؤثر على مصر يؤثر على أفريقيا، وبالتالي فإن هناك تعاونا وثيقا مع القارة الأفريقية ازداد وأصبح نشط تماما في عهد الرئيس، لأن مصر دائما الدائرة الأفريقية دائرة موجودة مهمة جدا تعتني بها مصر، وعندما وصل الرئيس السيسي إلى الحكم أضاف فعلا جديدا وهو الاهتمام الكبير جدا والنشط بالعلاقات التشادية والعلاقات الأفريقية بشكل خاص، يعني أصبحت أفريقيا في عين مصر بالمعنى الكامل، وتؤدي مصر دورها بالنسبه لافريقيا، وكان هذا واضحا عندما تولى رئاسه الاتحاد الافريقي في 2019، بذل جهدا كبيرا جدا في تعريف المشاكل الافريقيه للدول الكبرى، وطالبها بان تقدم لافريقيا استثمارا ونقل تكنولوجيا، وذهب ذهابا بعيدا لمساعده افريقيا. هذا امر طبيعي لان مصر جزء من افريقيا ولا بد ان تتعاون مع افريقيا. يعني هل شكل التحرك المصري اعتمد سياسيا ام اعتمد التحرك على مختلف الاصعده؟ هذا ما اريد ان اوضحه للمشاهد. لا، في تعاون اقتصادي وفي تعاون سياسي وفي تعاون مهني تنموي. بمعنى ان عندما نرسل اطباء ونرسل معلمين في المدارس الشهاديه وبعثه اداريه فهذا العلم، عندما تكون هناك تعاون تجاري بين مصر وتشاد فهذا تعاون اقتصادي، وعندما توجد تعاون سياسي وتعاون أمني فهذا رعاية للشعب التشادي وحماية للدولة التشادية. طيب معالي السفير، يعني من ضمن الأشياء التي قامت بها مصر أيضا هي التعامل في مجالات البنية التحتية مع دول القارة الإفريقية، أهمية هذا التحرك، والأهم كيف يستقبل رجل الشارع الإفريقي مثل هذا التحرك المصري؟ والله الحقيقة يعني النهاردة في تعاون في البنية التحتية ظاهر جدا، توجد شركات مصرية تعمل الآن في تنزانيا، لأول مرة في تاريخ أفريقيا يتم بناء سد على نهر بأيدي أفريقية خالصة، تعاون مصري تنزاني واضح جدا، يوجد شركات مصريه موجوده الان في الكونغو، توجد شركات مصريه موجوده في اوغندا، وفي عدد من الدول في بوروندي وفي بلاد اخرى موجود تعاون اقتصادي وتعاون في البنيه التحتيه يشعر بها الفرد الافريقي في هذه الدول، بمعنى ان العمال المصريين والفنيين المصريين والمهندسين المصريين يعملون مع اقرانهم في هذه البلاد، وبالتالي يجد يحس المواطن الافريقي بان مصر توجد معه
وتساعد في التنميه، وهذا امر مهم واضح جدا في علاقه مصر بهذه الدول. معالي السفير ابراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجيه للشؤون الافريقيه سابقا، اشكرك جزيل الشكر معالي السفير. وايضا ينضم الينا عبر الهاتف الدكتور محمد عبد الكريم رئيس وحده ابحاث افريقيا بمركز الدراسات المستقبليه. دكتور محمد بعد التحيه، يعني من وجهه نظرك كيف ترى هذه الزياره في هذا التوقيت لمحمد ادريس ديبي؟ مساء الخير يا فندم، زياره مهمه طبعا جدا. اذكر حضرتك ان اخر زياره للرئيس الراحل ادريس ديبي كانت في القاهره في ابريل في العام الحالي، يعني العام اللي فات 2020. محمد ادريس ديبي امامه ملفات كثيره مهمه، اهمها طبعا ملف محاربه الارهاب ومحاوله يعني المسار الاصلاح الديمقراطي، وفي القلب منه اعاده بناء الدوله. وطبعا يعني هناك رغبه استشاديه في ضوء العلاقات الوثيقه بين مصر وتشاد منذ السبعينيات، يعني تحديدا كان هناك علاقات جيده للغايه بين مصر وتشاد منذ السبعينيات لم تنقطع وساقت هذه الصلات طول هذه الفتره. فهناك يعني رغبه من قبل تشاد في الاستفاده من الخبرات المصريه في مشروعات البنيه الاساسيه، في يعني في كافه المشروعات التي تقوم بها الدوله حاليا. هناك رغبه في نقل هذه التجربه طبعا بنطاق يعني صغير بما يعني يتوازى مع حجم تشاد يعني. طيب يعني حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل 23.5 مليون دولار خلال عام 2018، هل تتوقع ان تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون التجاري ما بين البلدين، وما هي المجالات التي يمكن ان يتم زيادة حجم التبادل التجاري ما بين مصر وتشاد؟ اكيد هناك يعني زي ما قلت لحضرتك، تشاد دولة تعتمد على النفط بالاساس في دخلها القومي، ولا توجد يعني مصر توجد لها ميزات نسبية كثيرة في تصدير الكثير من المنتجات والسلع والخدمات ايضا. يعني هناك قطاع الخدمات مصر اعتقد تساهم فيه في اطار مشروع القاهره كيب تاون الذي يجري حاليا القيام به. هناك افكار بوصل تشاد او ربط تشاد بهذا الطريق، مما يعني تشاد دوله حديثه تستفيد حتما من هذه الافكار، يعني اعتقد هناك خطوات جديه لذلك. حجم التبادل التجاري طبعا يتوقف على قدره تشاد في يعني في ظل الازمه الاقتصاديه الحاليه التي تضرب اغلب الدول الافريقيه في الاستفاده من المنتجات المصريه، لكن لا يتوقع طبعا زيادته بشكل كبير في ضوء ان يعني مصر تقدم خدمات بالاساس او معونات بالاساس لدوله تشاد اكثر من منها معاملات تجاريه يعني تهدف تحقيق عائد، يعني في اطار دور مصر ناحيه تشاد في هذه المرحله الانتقاليه المهمه والخطيره. طبعا مصر تهتم بمنطقه تشاد لان هناك تقاطعات كثيره في ملفات ليبيا، في السودان، في الارهاب في اقليم الساحل، حتى في منطقه جنوب تشاد في بوكو حرام، نيجيريا والكاميرون. هناك اهتمام مصري باحتواء التهديدات الارهابيه في هذه المنطقه بشكل عام. فده يعني هذا يعطي القاهره مبدا انها تساعد تشاد اكثر منها يعني مصالح تجاريه مباشره. طب يعني كيف يمكن لتشاد ان تكون يعني ان تقدم لمصر فيما يتعلق ب الملف الليبي على سبيل المثال؟ ما الذي يمكن ان تقدمه تشاد، او ما هو الدور الذي تقوم به تشاد في هذا التوقيت فيما يتعلق بالملف الليبي؟ هو طبعا هناك دور مهم لان تشاد يعني الاوضاع الان يعني مستقره الى حد ما نسبيا في جنوب ليبيا وشمال تشاد بفضل يعني الجهود. تشاد تملك جيش قوي حقيقه بالنسبه للمنطقه التي تقع بها، جيش تشاد يعني مميز في اقليم الساحل ككل. فهناك طبعا يعني القاهره تعول على هذا الدور في حفظ المنطقه الحدوديه بين ليبيا وتشاد ومع السودان ايضا، يعني تفادي يعني اي دخول عناصر ارهابيه او جماعات ارهابيه من هذه المناطق الحدوديه التي يصعب حقيقه السيطره عليها بشكل 100%. لكن يعني جهود جيده نسبيا للجيش التشادي حتى الان يعني. طيب يعني هناك ايضا يعني مصر ساهمت، شركات مصريه ساهمت في عده مشروعات انشائيه بتشاد شملت طريق انجوران جمينا بطول 120 كيلومتر. حضرتك تحدثت عن رغبه تشاد ربما في مساعدتها في مجالات البنيه التحتيه والنهوض بالاقتصاد. الى اي مدى يمكن هذه الزياره ان ربما نشير الى ارهاصات فيما يتعلق بدعم تشاد في هذا المجال، مجالات البنيه التحتيه؟ ما هو توقعاتك للخطوه القادمه؟ يعني اعتقد يعني هناك شركات اخرى حتى خارج قطاع الطرق البنيه الاساسيه، هناك شركات تستعد لان زي ما قلت حضرتك تشاد يعني دوله مصدره للنفط
وتحقق عائدات يعني معقوله يعني، وميزانها التجاري جيد بنفوذ هذه العائدات. فهناك رغبه في الاستثمارات. زياره رئيس مجلس العسكري الانتقالي من الزيارات الخارجيه القليله التي يقوم بها، توجهه للقاهره طبعا يعني يهدف زي ما قلت استفاده من التجربه المصريه بشكل يعني يناسب حجم دوله تشاد، عدد سكان قليل يعني نسبيا. يعني ممكن شركات في تكرير البترول في قطاعات اخرى يعني تحقق فيها مصر خطوات كبيره حاليا، يمكن ان تنتقل للعمل. لكن طبعا بالاساس زي ما حضرتك قلت الطرق، مشروعات الطرق مهمه جدا في تشاد، لان في مسافات يعني في مناطق غير مترابطه في تشاد بين الشمال والجنوب، دوله يعني كبيره لكن تحتاج شبكه طرق وشبكه مواصلات وبنيه اساسيه حتى في قطاع الاتصالات، يعني تحتاج الى يعني وجود دوله مثل مصر تنقل لها هذه التجارب بتكلفه منخفضه بدلا من يعني الدول الاوروبيه او دول اخرى، او يعني يصعب ان يعني ان تقدم لها تشاد مقابل هذه المشروعات بشكل يعني جيد. لكن مصر طبعا تضع عامل العلاقات الوديه والمصالح المشتركه حقيقه يعني، وليس يعني كلام يعني كلام دارج، لكن مصر لها مصالح مشتركه. يعني افكر حضرتك ان مصر تتابع ملف تشاد منذ ان كان الرئيس السابق انور حسني مبارك نائبا لرئيس السادات، وهناك زيارات يعني كثيره للغايه بين المسؤولين المصريين والمسؤولين التشاديين في السبعينيات زي ما قلت لحضرتك. فمصر تضع هذه الاعتبارات في المقام يعني في المقام الاول، وهي تتعامل مع تشاد اقتصاديا وسياسيا وفي كافه المجالات. طب خلينا يعني نسع الرقعة اكثر ونتحدث عن التحركات المصرية إفريقيا والدور الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، يعني كيف تشرح لنا هذا الدور وأهميته في العلاقات مصرية وطيدة تربط مصر بالقارة الإفريقية؟ أكيد مصر يعني جهود حقيقة يعني ملموسة للسيد الرئيس السيسي في يعني مثلا أساسا من 2018 تحديدا هناك توسع كبير لدور مصر إفريقيا في الدائره اللصيقه للامن القومي المصري في حوض النيل وخارجها ايضا. هناك يعني اهتمامات بدول افريقيه في افريقيا وفي جنوب افريقيا، وكما تعلم حضرتك مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا. يعني هناك تحرك مصري متوازن ولا يرتبط بقضيه محدده ولا يرتبط بدوله محدده بعينها في القاره الافريقيه، لكنه توجه مصري اصيل لاستعاده دورها عبر وكاله التنميه وعبر ادوات اخرى. يعني وكاله التنميه احد ادوات التي تقوم بها مصر بالتحرك، لكنها طبعا اهم ادوات لدورها التنموي يعني في الوقت الحالي. فحققت مصر نجاح كبير حقيقه في الفتره الاخيره في يعني مقاربه اغلب ملفات السياسه الخارجيه المصريه المعنيه بالقاره الافريقيه، وزياده روابط الاخوه والتعاون الثنائي بين مصر والدول الافريقيه بعد تراجع يعني شهدته طبعا لظروف مختلفه في السنوات الاخيره. لكن منذ 2018 تقريبا وهناك يعني تحرك، السيد الرئيس يقوم بزيارات دوله للدول لاول مره يقوم بها رئيس مصري، هناك زيارات من رؤساء دول افريقيه كثيره او يعني مسؤولين افارقه رفيع المستوى للقاهره بشكل شبه يومي، يعني نسمع عن هذه الاخبار بشكل شبه يومي. فالقاهره حقيقه يعني تستعيد دورها، انا شايف ان هو دور طبيعي، يعني هو دور طبيعي ان القاهره تكون مركز الاهتمام في القاره الافريقيه ومركز التعاون الصناعي والاقليمي على مستوى القاره. يعني طب يعني هل يمكن ان نصف شكل التحرك المصري في الاونه الاخيره؟ هل يمكن نعم ان نصف او نحدد شكل التحرك المصري افريقيا؟ هو التوسع اكيد يعني حضرتك اول زياره رئيس مصر لجيبوتي منذ 77، تحرك مصر في الملف الليبي ملف متوازن جدا وملف يعني مقاربه ممتازه للملف الليبي وتفاهم لكافه اطراف الازمه الليبيه، السودان هناك توطيد يعني للعلاقات وليس مجرد العلاقات الامنيه او العسكريه او الاستراتيجيه، لكن هناك في كافه المجالات هناك علاقات طيبه للغايه في مع بعض الدول في افريقيا الجنوبيه، مع دول غرب افريقيا الدول الكبيره مثل نيجيريا، والدول الصغيره مثل يعني غينيا او يعني دول صغيره للغايه. مصر يعني تمتن علاقاتها بهذه الدول بشكل جيد، فهناك رؤيه يعني نصفها ان هي رؤيه شامله وليست رؤيه قاصره او رؤيه يعني وقتيه لمساله معينه او ملف معين او ازمه معينه. يعني اضرب لحضرتك مثال موضوع ملف سد النهضه، يعني هناك الكثير من الكلام الذي يقال عن تحرك مصر في حوض النيل بسبب هذا الملف، لكن هو يعني هو تحرك
مصر دولة كبيرة وتتحرك حوض النيل، لأن هذه الدول صديقة لنا ودول شقيقة لنا، وليس لمجرد يعني هو ملف هام طبعا، لكن التحرك المصري أوسع، رؤيته أوسع من هذا الملف في حد ذاته، فهي رؤية شاملة ورؤية واسعة ومستمرة، هناك دفع مستمر في هذا المسار بشكل متميز، يعني أي مراقب محايد سيلاحظ هذا التميز بشكل يعني كبير للغاية، ونأمل أن يستمر يعني بالأمام يعني. إن شاء الله. الدكتور محمد عبد الكريم، رئيس وحدة أبحاث أفريقيا بمركز الدراسات المستقبلية، أشكرك جزيل الشكر يا دكتور محمد. مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من النيل المباشر، غدا نتجدد معكم اللقاء وفريق عمل جديد ووضع أخرى نفتحها معكم. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.